بخير وبخير. اليوم جبتكم معايا لواحد المطعم غادي نتغداو فيه هنايا، ايوا قلت علاش لا ندخلكم معايا في واحد المنظر غزال صراحه مادي، ايوا قلت علاش لا نقدم دوزوا معايا النهار انتما معايا. دابا نشوفوا شنو غادي ناكلوا ديك الساعه، حتى انا غنقول لكم اطباق كامل اللي كيتقدموا هنايا. هذيك تحتي في الارض. شكرا. قلت لكم وانا غادي نشوف، وانا عاد غنشوف المنيو شنو غادي ناكل هنايا. هذا المطعم هذا مسميه كوستيمار، كيما شفت عنده سبيسياليتي ديالو بوزروك، هذا كونكوس لا لا خاصني بوزروك في البلا كاين بوزروك من كونتا كونتا مي فا كونتيلا بوزروك ما ديروش وقت عملنا كونتا وقت وعملنا اجي كنت عندك اجي غير نقول نشوف واش كاين ولا نتاع. ايوا المهم انا غادي نشوف انا بلاتي تنشوف ناكلو وها انتم القام. صراحه ما عندهم شي هذاك بالزروب. فول فوكو. ما يتعطلش لا 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 هو اصلا كل مسلوق يعني غير كاملو ديك الطاجين هو الطاجين ما فيش حق ابغي تزيد صوص طوماط ريغامون تاع الاول ما هي عندو ديك ريغامون بحسن ريغامون هو صافي صافي انا شفتي انا بغيت نشوف هنايا شنو كاين هنايا بلا صلاه انا الوسيطه صافي انا مزيان تاع الكولتا والكوكور ريغامون انا نشوف شنو خاصني انا شوفوا شنو غادي ناخذ. كان خاصني في الحقيقه شنو نسمي هذاك بزرو ساعه من البرد هنا قليل هنا عندنا الشمال قليل ما كيكونش شي بزاف. المهم هانتوما معايا هنايا هادو غير دوك لي زونطخي اللي كينزلو. ايوا بعدا انا غنوريكم المطعم. شوف هاد هاد القهوة تا هي مزيانة بانديك، كاينة ويا قهوة يعني كافيه غاستورون تا هي و باتيسري كاينة في تطوان حتى هاديك لي كنسخر منها كاين. ما عقلتش واش كنت عملتلكم شي فلوغ منها ولا لا. المهم هانتوما هانتوما معايا أنا باقا كنشوف كنشوف هنايا شني غادي ناخد. المهم لي خديتو هانتوما غتشوفوه معايا. هنا هيا جابولنا الشلاضة مزيانة باقي حتى يجيو لي بلا اخرين ونوريهم لكم. المشطه عندهم غزاله هنايا جابونا عاود واحد لونطخي هذا ماشي كونطاس هذوك غير الميخات ستيتوي كيعملوهم تا هما اونطخي مع دوك مع هاد. المهم هانتوما معايا كلو هدا المهم هادو غندوزو بيهم في الكورنيش بحال البيبا خاويين. المهم يلاه نكملو على البلا ديالنا.
ايوا هنايا نزلوا لنا هما الكونتشاس. ايوا يلا هانتوما معايا تسقول. جميل جدا مع الصحتار والله. بعدين شوف الليمون والتنين. يا سلام ديال تبيكو تكون ودادي عيدا بغيتها ياك؟ ها هو عيدا خاصك ياك شي معلقه خايبه. ها هو هذا البولبو. انا ديجا عندي هذه الطريقه هذه راه كنت عملتها لكم في واحد الفيديو ريغامونتي لاصوص ريغامونتي اللي بالفلفل خلاص. هذا البلا ديالي. هنا جبنا المعلقة باش نشربو هاد ديك لاصوص اللي كتكون مع الكونشاس. لذيذ جدا جدا جدا. هي في الحقيقة أنا نقول لكم واحد الطريقة كيفاش كناكلو بها ديك لاصوص ديال ديك الكونتشاس. رعية شوفها مزيان أنا من هادي هايدا انتما تشوفوا كي غادي نعملها. هذا الطبس الثقيل كتشرب هادي كتجي يا سلام. كنغرفو نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم و عادي فلوق عادي.
نتمنى يكون عجبكم هذا النهار ونتلاقاو في شي فيديو اخر. انا نضرب لكم واحد الدويره هنايا في الكورنيش عاود تشوفوها، نضربها على بحق الطوابيل ماشي على رجلي، نضربها بالطوابيل تشوفوا لي عاود كيفاش الاجواء في النهار وكيكون باقي الدنيا خويا ماشي عامره، حيت في الليل كتعمر في امانه في مرتين كتعمر في الليل. باي باي، حقاتي وبقوا معايا في الدويره. انتم شوفوا البحر باقي ماشي عامر بزاف هنايا، وعاود ماشي السبت وحد، السبت وحد اللي كتكون الدنيا عامره حق. عرفتي الرمل ذهبيه جدا. هاي انا الظل ديالي بكره.